لان كون كانت الام ديالي دابا ما غاديش يوقع لي هادشي كامل. كون كانت الام ديالي ما وقعش لي هادشي كامل، ما غتخلينيش نتلاها الزنقه. وا كيقولوا شي كلام حشومه كاع تنقولوا دابا، واحد الكلمه اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. كيبقاو يقولوا امك كانت كتخرج، امك كانت كدير، امك كانت كدير، وانا الام ديالي انا عارفه ما كانتش كدير هادشي. بغى نجوج ولدي، وبغيت انا نجيب مرا اللي تصرف عليا انا وولدي، وغادي غادي تخدم عليا انا وولدي، ما غاديش هي تخدم عليك انت واختك. ستين الفرير قلت لك والله لخديتيها، وحوايجي كاملين شداهم ليا، ورقيه بعدا الحاله المدنيه بزز باش خديتها من عندها. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم انا اسم ديالي عدنان، كنقرا في دوزيام اني كوليج. شغادي نقول لكم، من مورا الوفاة ديال الام ديالي وقعوا لي بزاف ديال المشاكل، وقبل ما توفى الام ديالي كانوا عندي مشاكل. المهم الام ديالي كانت مريضة بمرض السرطان، كتب الله وتوفات في شهر 5. المهم من مورا الوفاة ديالها عرفنا بزاف ديال الحوايج. العائلة ديال الأم ديالي اللي هي جدة ديالي وخالي خرجوني من الدار من بعد ما قسموا داكشي اللي قسموا وهيدوا داكشي اللي هيدوا، خرجوني من الدار. قال لك خرج فحالاتك، ما عندنا من ما عندك ما دير عندنا، ولدي باغي يتزوج ولدي بزاف الحوايج. خلاو تتوفى تنسات الوفاة تاع الأم ديالي وخرجوني، قال لك سير في حالاتك سير للزنقة. المهم كنا جالسين دابا شي سيمانة، كنا جالسين عندنا ما بينا، قال لك كنا جالسين كنفطرو في فطور، تا قال لك خالي لك بغيت تزوج وخرجوا عليا من داري تا وختك، خرجوا لنا من دارنا، انا باغي نتزوج وغنجيب مرا اللي تخدم عليا انا وامي، ما غتخدمش على ولاد اختي. المهم بداو كيقولوا شي هضره اللي انا ما حاضرش فيها، ديز على 30 عام وما فوق، انا ما كاينش ديك الاعوام كامله وداكشي اللي وقع شحال من حاجه وقع، انا ما في خبر حتى شي حاجه. بعض المرات كنكون جالس بوحدي كيبقاو يدوروا لي تأنيب الضمير، وكيبقاو يعاودوا لي شي حاجه، كيبقاو يقولوا لي امك دارت، امك فعلات، امك دركات. كيقول لك الموت شي ولا ما عرفتش شكون شنو يكونوا دايرين ليك، ما عرفتش شنو يكونوا دايرين ليك، خاصكم تذكرهم بالخير، لان كيقول لك اذكر امواتكم بالخير. وكيقولوا شي كلام حشومه كاع تنقولوا دابا، واحد الكلمه اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. كيبقاو يقولوا امك كانت كتخرج، امك كانت كدير، امك كانت كدير، وانا الام ديالي انا عارفه ما كانتش كدير هادشي. المهم صافي من مورا داكشي قال لك خرج لنا من دارنا، دابا سيمانه قال لك خرج لنا من دارنا، باغي نجوج ولدي، وبغيت انا نجيب مرا اللي تصرف عليا انا وولدي، وغادي غادي تخدم عليا انا وولدي، ما غاديش هي تخدم عليك انت واختك. المهم خرجوني انا وخلاو اختي حتى خدامه واحد الباتيسري، مع العلم انها ما كتشدش حيت كتصرف عليهم داكشي. علاش قالك خرج فحالاتك؟ صافي خرج ضربوني، خرجني خالي ضربني هنا العنقي ويدي كلها زرقاء من هنايا، قالك خرج فحالاتك دارنا هادي خرج، ما بغيتش نخرج ليه هو يركبني مع الدروج، قالك سير فحالاتك. صافي وخرجت للزنقه، مشيت للكوميساريه قدمت شكايه، قال لي السلطات مشكورين، قالوا لي واش بغيتي تتابعوا على الضرب؟ انا قلت لهم ما بغيت لا نتابعوا لا على الضرب لا والو، انا بغيت حاجه واحده هي انه ما يبقى يقرب ليا ما يهضر معايا، وباغي نجلس في دارنا، لان انا عندي العنوان على ذاك الدار وعندي ورقيه على ذاك الدار. وهذه المشاكل هذه كامله نضت على قبل واحد الاستفاده. ام ديالي كانت دافعه واحد الدوسي ديال التعويض عن السكن الغير لائق ديال المدينه القديمه، دور اليا السقوط اصلا، ديك الدار اللي خرجوني منها كنت اصلا اي وقيته كنقول غادي يطيح عليا غادي نموت، لان كل
كلها مدقدقه غادي طيح. صافي قال لك جيب الدوسي جديد لان الام ديالك توفات والدوسي ديالها تانويلا حيت في السميه ديالها. جمع الدوسي انت واختك وجيبوا لينا. صوبت الدوسي جمعته وديته ليهم. قال لك ملي سمعت جداتي بان رديت الدوسي ونضت شي دغيا ديال السيف هذا قالت لك سير الاتك هذه دارنا غادي تحبس عليا ما تحبس عليا. قال لي القيد خاصك تسد الدار تسد البيت اللي ساكن فيه انت وجدك تبقى في الصالون والكوزينه وجي تستافد انت جيت لا بغات تسد باب ديال الدار تسد البيت وهي تسد باب الدار. مني قلت لها شبعت شي سبان وقالت لك والله لا سديتي شي حاجه وخرج في حالاتك وداري هادي. مشيت قدمت شكايه كيف ما قلت لكم. قال لي بغيت تبعوا الضرب قلت لي لا. قال لي صافي واخا مشكورين داوني حتى للدار دخلوني ما لقاوش هو لقاو الام ديالو اللي هي الجده ديالي لقاوها قالوا لها الدري شنو بينك وبينه صافي هضروا معاها وداكشي دخلوني دازت واحد ساعه قالت لك خرج في حالاتك بما سير قلب فين تفطر بما كلي سميتو هو كما حيتاش مقطوع وداكشي كمي وداكشي ورجع. صافي جيت من مورا الفطور مشيت فطرت عند الناس جيت من مورا الفطور قلت لها غادي ندخل قالت لك لا ما غاديش تدخل. خرج عندي ولدها قال لي انا عندي تسجيلات في التليفون كيقول لي سير في حالاتك والله لا دخلتي ليها وبالكلام من خيب من الحزام اللي تحت كيقول لي سير في حالاتك ياك غير البوليس اللي هما اللي عيطوا عليا انا غنمشي عندهم. من مورا عاود مشيت عند سميتو البوليس ملقيتهمش قال لي سير سميتو سير هذا المعارف انا كاع ما كان عندي فلوس ديك الساعه باش نطيش طاكسي اولا حتى غنمشي غيقول لك سير دير سيرتيفيكا باش ديك لاريبي وانا ما عنديش فلوس باش غادي ندير سيرتيفيكا. المهم صافي بقيت جالس مع الناس مشيت عند الاب ديالي كانوا عندي معاه مشاكل قال لي انا جلست معايا دابا ولكن من بعد صافي لان حيت كيحط ليا كيحط الصير ديالي عند جداتي باقي عندها فلوس لحد الان باقي عندها 60000 ريال قلت لك والله خديتيها وحوايجي كاملين شداهم ليا ورقيه بعد الحاله المدنيه بزز باش خديتها من عندها قلت لي خش بحالاتك هذا ما كان وكان اش نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل راه لان اش غادي نقول لك ما بقات العائله لا والو في هذا الوقت. كتجيني في شكل ان دري عنده 15 سنه كيقرا في دوزياماني قال لي هذا الشيء كنعيش دابا انا شي مشاكل اللي كبار من لاج ديالي بزاف كبر من لاج ديالي بزاف. اش غادي نقول لكم انا بعدا ملي كنكون غادي في الزنقه وكيبان لي شي دري اولا دريه صغيره غادا مع امها وكيضحكوا وناشطين ومهوبها وغادي كيضحكوا كيبقى فيا الحال. لان كون كانت الام ديالي دابا ما غاديش يوقع لي هادشي كامل كون كانت الام ديالي ما وقعش لي هادشي كامل ما غتخلينيش نتلاح الزنقه واخا تعرفت نخرج انا وياها وتكري وتقاتل واخا كانت مريضه وتبقى تما. عاودت ليه ومشيت عنده وبت معاه ولكن راه كيحط السير ديالي جداتي يعني انا ما عنده كيفاش يدير واش هو كيحط السير وغنسكن معاه راه ما يمكنش. وهي مصوبه واحد الورقه بانها كفيله عليا وكنسكن سميتو كنسكن عندها وتحت الحضانه ديالها هي بس صوبتني تلاكات ناسيونال. وعندي ديك الورقه وديتها للبوليس وعطيتها ليهم وقال لك هادشي مشاكل عائليه ما كندخلوش فيها حنايا. الحل هي انا قلت لهم غير دخلوني انا لدارنا بارك عليا ولكن عاوتاني مني صوت الناس وداك الشيء قال لك واخا يدخلوك للدار غيتعاودوا نفس المشاكل واخا يجيو الناس والبوليس ويدخلوك راه غيتعاودوا نفس المشاكل غتبقى عايش غير في المشاكل. يعني ما يمكنش انك غتعيش مع واحد جالس معاه ما حاملكش وغيبدا يسب ويعير وفهمتي راك انت عارف. الرسالة ديالي للمحسنين انا كنطلب من المحسنين انهم انا باغي حاجة وحدة اللي كنطلب بها واي دري صغير مشينا عنده دابا نسولوه غنلقاه بانه عنده هاد الحوايج هادو حاجة وحدة السكن فين نسكن وصافي ونقرا هادشي اللي باغي ما بغيت شي حاجة بغيت غير فين نسكن ونقرا هادشي اللي باغي. لقيت واحد البيت سميتو 15000 ريال ولكن غالي عليا ما عنديش باش نخلصو لان انا كنقرا وما عنديش انا باش نخلصو بزاف عليا وبزز بعدا باش لقيتو لان ما كاينش واحد غيكري لك فهاد اللاج يعني كل واحد غيخاف على راسو. لقيت واحد الناس اللي كنعرفهم ولاد دربنا الله يعمرها دار وقالوا لي جي ولكن راني ما عنديش انا باش نخلص غالي عليا انا ما كنقرا وعينيك غندير ليها.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.